جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. ألا يمكن أن يقال إن الريح أقوى لأنها تسوق السحاب وهو يحمل الماء؟ لا شك في قوتها، ولا شك في قوتها، وهي تسوق السحاب كما أخبر الله تسوق الماء، وهذه أشياء متسلسلة يعني في فيما يتعلق بالحديث الجبل ثم الحديث ثم النار ثم الماء ثم الريح. نعم، ولكن الحديث كما عرفنا ضعيف. يقول: استدل بعض أهل الحديث في بلدنا من سورة الكوثر على وضع اليدين على الصدر في الصلاة، فهل لهذا الاستدلال وجه؟ لا، ليس بواضح. أقول ليس بواضح، وإنما المقصود بالصلاة هي الصلاة المعروفة، والنحر هو الذبح، هو الذبح، وهو الذي يبينه قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي. فليس المقصود من ذلك وضع اليد على الصدر، وإنما المقصود بذلك النحر اللي هو نحر بهيمة الأنعام، تقرب إلى الله عز وجل. فصل لربك، يعني ليكن صلاتك لربك ونحرك لربك، صلاتك لربك ونحرك لربك. ليس المقصود به يعني بيان صفة من صفات الصلاة أو جزئية من الجزئيات المتعلقة بالصلاة، وإنما المقصود بذلك الصلاة والنحر الذي الصلاة وعبادة بدنية، والنحر عبادة مالية، عبادة مالية. هل يجوز تسمية باسم كوثر وهل فيه تزكية؟ ما أعلم، لكن الشيء الذي يحتاج إلى سؤال يستغنى عنه بشيء لا يحتاج إلى سؤال عنه. الذي يحتاج إلى أن الإنسان يسأل عنه يتركه إلى شيء لا يحتاج عنه. لو سمى زينب ولا فاطمة ما حد يجي يسأل ولا سمي فاطمة ولا سمي زينب، هذا ما فيه إشكال. فإذا كان الإنسان في نفس الشيء فيتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنا ما أمنع عن شيء، يعني أعلم شيء يمنع من هذا، لكن أنا أقول وأكرر القول أن الشيء الذي فيه شيء ينتقل إلى شيء لا شيء فيه.